والجماهير النادي الاهلي عندها ثقه في اللعيبه، يمكن غيابات وحاجات تاثر تهد اي فريق اللي حصل مع النادي الاهلي، الاصابات ما، واللي انا بتمنى عوده عمار حمدي لان انا بشوف ان هو حظه اتمنى له الشفاء طبعا. بدلك يعني راجل الحقيقه كان عنده فرصه كبيره جدا للمشاركه في البطوله دي، وكنت شايف انها هتبقى بوابه تالق عمار مع الاهلي الموسم ده كله، مش بس في بطوله كاس العالم بس، يعني قدر الله ما شاء انا بقول لحضرتك هو فعلا حظه سيء جدا، لان هو كان محتاج البطوله دي في ظل برضو ان فرصه ان هو يقدر يلعب، لعيبه كتير مش موجوده، لكن بتمنى ان هو يرجع في اسرع وقت. مبسوط جدا وبشيد جدا باداء محمد هاني اللي انا فاجئني هاني جدا. على فكره طبعا يعني كنت بقول امبارح انت ايه نفسك ما بتجيش الا على كاس العالم، يعني هو الحقيقه عامل بطوله كاس العالم اللي فاتت كانت يعني كان هايل، والاصابه برضو يمكن خدته بعيد شويه، وكان بيواجه صعوبه في انه يرجع يحط رجله في الملعب، خصوصا انه اكرم كان متالق جدا في الحته دي، لكن الحقيقه قدم جيم هايل امبارح. ده اللي انا كنت اتمناه، ان انا اشوف هاني بنفس المستوى دوت ان هو يبقى موجود في كاس الامم، لانه كده هيبقى فرصه سهله ان هو يبقى موجود مع عمر كمال يشيل الجبهه اليمنى، لكن زي ما حضرتك قلت اداء مميز من امام عاشور، لكن انا بشوف ان دي ان شاء الله تبقى بدايه لمحمد هاني ان هو يحط رجله، وفي مكان انا بشوف ان هو جديد عليه شويه، جديد عليه شويه في طريقه اللعب اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها 3 4 3، ادى بصوره جيده، وكون ان هو يوصل للمكان دوت ويقدر ويسجل. يسدد على المرمى، ده راجع للاصرار والعزيمه والروح اللي عند محمد هاني، واللي انا بتمنى له ان شاء الله يبقى موفق الفتره الجايه يحط رجله بصفه مستمره. هاني وغيره، انا بدات الحلقه وقلت انه الكلام لكل لعيبه مصر مش بس لعيبه المنتخب الوطني، لان احنا محتاجين تركيز، ومحتاجين مجهود، محتاجين نشتغل على نفسنا عشان اللي جاي صعب، ونفسنا نعمل حاجه مش بس في ماتشين السنغال. انا الحقيقه عيني اكتر رايحه على هنعمل ايه في كاس العالم، مش عايز نروح نبقى ضيوف شرف، نفسي نروح نعمل بطوله جامده ونقول ان مصر فيها كوره وفيها مواهب وفيها امكانيات كبيره جدا، وده مش هيحصل واحنا قاعدين بنتكلم، ده هيحصل لما الناس كلها المنظومه كلها تشتغل على بعضها، وعندنا حاجات كتيره جدا مرجعانا شويه ورا. يعني ما تنكرش انك عانيت قدام كوت ديفوار، قدمت جيم عالمي بس عانيت، وقدام المغرب عانيت، وقدام الكاميرون عانيت، الحاجات اللي عندنا دي نقدر نشتغل عليها ونطورها، ونبقى احنا دايما في موقف الفعل مش رد الفعل. كل التوفيق لمنتخب مصر، لعيبه منتخب مصر، مره ثانيه بنبارك لكم على الاداء، ومره ثانيه مستنيين منكم الافضل في اللي جاي ان شاء الله. اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا ونفتح اهلي بالميراس نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.